وحول هذا الموضوع معنا في استوديو مركز الأخبار الأستاذ إبراهيم النهام الكاتب الصحفي في جريدة البلاد. سيد إبراهيم، بداية نرحب بك وشاكر لك حضورك معنا في استوديو مركز الأخبار. كما شاهدنا قبل قليل وتحدثنا عن الخبر، يعني قطر لا زالت تدعم، كانت ولا زالت تدعم التوجهات وأيضا الأحزاب الإرهابية وصولا إلى الصومال، الآن حركة الشباب الصومالية مذهب الأموال، وأيضا إيواء وحماية إن صح التعبير بعض الشخصيات الإرهابية على الأراضي القطرية. يعني لو تعطينا رأيك حول هذا الموضوع. مساء الخير في حسين. مساء الخير. تحية موصولة لكل جميع المشاهدين تلفزيون البحرين. اليوم قطر أصبحت أمام مفترق طريق، أن تعود إلى البيت العربي أو أن تخرجها، أن تحلق خارج السرب. قضية تمويل قطر للجماعات الإرهابية الممتدة عبر الإقليم أصبحت قضية غير قابلة للنقاش وغير قابلة للجدال، وهناك شواهد كثيرة يرصدها المراقبين السياسيين والمحللين والكتاب اليوم على مستوى الوطن العربي. نعم. لتتبعات المقاطعة الدول الأربع لدولة قطر الجارة. اليوم بعد المقاطعة مباشرة بأيام قليلة سقط تنظيم داعش في الموصل، انهار، وبعدها بأيام قليلة خرج خليفة حفتر في ليبيا ليعلن عن استرجاع مدينة بنغازي الاستراتيجية بعد سنوات من الصراع مع الميليشيات الإرهابية، وتوقفت الصواريخ البالستية الحوثية التي تضرب المدن السعودية، وتوقفت الهجمات الحوثية على المراكز الحدودية السعودية. حتى في البحرين تآكلت الهجمات الإرهابية على مراكز الشرطة وعلى رجال الأمن والعمليات الإرهابية الأخرى كقطع الطرق وما إلى ذلك. كل هذه الأمور تزامنت مع بعضها بعد قرار المقاطعة بأيام معدودة. طيب سيد النهام، الآن في سياق ما ذكرته، يعني هل كنت تحدثنا عن حجم الفوضى وأيضا العنف الذي يعني تنشره هذه الجماعات ومحيطها الإقليمي في بعض دول المنطقة؟ بلا شك يعني السبب الرئيسي في انتعاشها هو كما ذكرت التمويل المادي والتمويل بالذخائر والأسلحة. الآن كما ذكرت توقفت يعني هذه الإمدادات، بما يعني يساوي وقف هذه الأعمال أو هبوط مستواها إلى أدنى مستوى. أخي الفاضل، هذه العمليات تساهم في هدم الدول، لأن هذه العمليات تستهدف الأمن السيادي للدول. العمليات هذه تساهم في تشطير المجتمع، في ضرب الاقتصاد الوطني بمقتل. البحرين خير مثال على هذا، على ذلك. يعني منذ 2011 والبحرين لا زالت تعاني، ولا زالت البحرين تنزف من أضرار الموجعة التي أصابت الاقتصاد الوطني بسبب الإرهاب الشوارع الذي نراه كل يوم. اليوم دول الخليج، الخطوات التي اتخذتها مع جمهورية مصر العربية تجاه الجارة الشقيقة قطر، خطوات صحيحة وخطوات مستحقة، لأنها تساهم في تأمين الأمن السيادي للدول، وتساهم في تأمين الحدود، وتساهم في تأمين الأمن القومي لأوطانهم. اليوم دول الخليج لا تجد، يعني وصلت إلى نقطة اللا عودة مع الجارة قطر. قطر اليوم مدعوة أن تقرأ المشهد السياسي بشكل واضح، وأن تقرأ المشهد السياسي بشكل جيد. قطر عليها اليوم أن لا تكابر على الجغرافيا، وعليها أن لا تكابر على المواقف. تمدد قطر في الإقليم سواء على مستوى السمعة الدولية أو على مستوى الاقتصاد أو على مستوى التسويق السياسي حق مكتسب لها، ولكن ليس على حساب الأمن السيادي لجيرانها. طيب في حال الآن اتخاذ الدول الأربع وإعلان البيان المشترك للدول الداعية لمكافحة التطرف الإرهاب بالقاهرة، ودعوة أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطر يعني وقف تمويل الإرهاب، هل تتوقع بأن هذا التمويل سينتهي لهذه المنظمات الإرهابية وأيضا إيواء بعض الإرهابيين على الأراضي القطرية؟ أخي العزيز، هناك بعض الشخصيات الراديكالية التي تقف خلف الحكومة القطرية. هذه الشخصيات لا تريد خيرا لا للخليج ولا للعرب، وهذه الشخصيات وجودها في سدة الحكم سوف يؤدي إلى استمرار التأزيم واستمرار التمويل واستمرار محاولة زعزعة أمن السيادي للدول في الخليج وفي غير الخليج، ومحاولة هدم الأنظمة وإسقاطها، ومحاولة أن تعتاش على 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 خيرات المنطقة وعلى على السمعة الدولية لهذه الدول. اليوم المملكة العربية السعودية أخي العزيز حسين دولة يعني عظيمة، دولة لها تاريخ. دولة السعودية اليوم حين تتخذ قرار سيادي كل دول العالمين العربي الإسلامي يسير خلفها.
لأن المملكة العربية السعودية دولة لها تراكمات حضارية ولها تراكمات تاريخية. السعودية اليوم أكثر دولة تمول الأمم المتحدة، وأكثر دولة تمول يونسكو، وأكثر دولة تمول الهيئات المنبثقة من الأمم المتحدة. السعودية اليوم قمة 2020 ستكون في المملكة العربية السعودية. اليوم الملك سلمان بن عبد العزيز حين يتخذ قرار الملك سلمان عبد العزيز ينظر إليه بكبر واستكبار، عفوا يعني بفخر وفخار من جميع رؤساء دول العالم ومن جميع الأنظمة في العالم. ليش؟ لأن شكل المملكة السعودية تحمل يعني ثقل إقليمي وعالمي أيضا بما تمتاز به، من يعني هي امتداد إقليمي لجميع الدول الخليجية، وأيضا هي يعني المركز الإسلامي الأبرز في العالم الإسلامي. فمحاولة قطر أن تسد الفراغ، ومحاولة قطر أن تشتري المواقف وتشتري الجغرافيا وتشتري التاريخ بالأموال، هذا أمر لن يجدي نفعا، هذا أمر يرتكز على التراكمات الحضارية وعلى الخدمات الإنسانية. اليوم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات ودول الخليج أخرى حتى البحرين على إمكانياتها الاقتصادية يعني تقدم الخدمات الإنسانية في فلسطين وفي دول إفريقيا وفي الدول التي تتعرض للكوارث الإنسانية في شرق آسيا وفي غيرها، فخلقت سمعة تراكمية وخلقت حضارة وتاريخ لها، فحتى في المحافل الدولية يكون حضورها حضور إيجابي وحضور. نعم. إذن زميل الكاتب الصحفي إبراهيم النهام، شكرا جزيلا لك. شكرا.